من ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الكويت زيادة أسعار الخدمات الصحية على المقيمين والزائرين من أول أكتوبر القادم، وتراوحت هذه الزيادة ما بين 20% وتصل إلى 300% في بعض الأحيان. وبينما بررت وزارة الصحة هذه الزيادة إلى التضخم العالمي وارتفاع أسعار الأجهزة والدواء، اشتكى المقيمون بأن هذه الزيادة تزيد عبئاً على كاهلهم. الزيادة الأخيرة في رسوم الخدمات الطبية التي يحصل عليها الوافدون العاملون في الكويت أو الزائرون المقيمون بشكل مؤقت على أراضيها ترفع أو تضاعف بنسب تصل إلى 300% أسعار الكشف العام والمتخصص أو الأشعات والمختبرات والجراحات. والزيادات استقبلها المستفيدون بمشاعر متباينة بين التسليم بالواقع أو بالاعتراض بعدما رأوا فيها عبئا جديدا يضاف على كاهلهم. الزيادة طبعا زيادة كتيرة كتيرة، يعني لو ما للضعف معلش، للضعفين معلش، بس مو 10 أضعاف تصير وأكثر. هو عنده شهادة الصحية، فليش يعني ما تأخذون الشهادة الصحية تعتمدونها؟ الشهادة الصحية هو بيدفع هنا في التأمين، بيدفع اسمه فلوس في التأمين، يعني فرض أنه ما يدفع شيء في المستوصف ولا في المستشفى. الحكومة الكويتية التي تقدر حجم الإنفاق على الخدمات الصحية للوافدين بحوالي 2 مليار دولار سنويا تقول إن أسعار الخدمات الصحية لم ينظر فيها منذ سنوات طويلة، تضخمت فيها عالميا أسعار المعدات والمواد والأدوية، وأن الزيادات ستترافق مع زيادة جودة الخدمات الصحية. المستشفيات قاعدة ما تلحق، الأدوات الصحية اللي قاعدين يجيبونها كلها ما قاعدة تلحق على الدولة، يعني شهادة الدولة ليش؟ لأن قاعدين يودون للخارج أكثر من اللي داخل. هذه حكومة ترفع اللي ترفعه وتنزل اللي تنزله، بس بالنسبة للي عاجبة يقعد، مو عاجبة بلاد فاتح أبوابها. وكانت الكويت التي عانت من عجز في ميزانيتها نتيجة تراجع أسعار النفط قد بدأت في السنوات الأخيرة تنفيذ خطط إصلاح اقتصادي استندت جزئيا على ترشيد الدعوم وعلى زيادات أسعار الخدمات مثل الكهرباء والماء، وهي زيادات تضغط أو تؤثر على ميزانيات ذوي الدخول المحدودة. هي زيادة برضو هي زيادة في المعقول، برضو مش كتيرة، لا يعني في المعقول، يعني 2 دينار وخمسة دينار للعادي مش مؤثرة يعني. بس هو الموضوع يعني عامة يعني ما فيش فير يعني، وانت بتدفع مثلا خدمات صحية وزودت او عملت الزيادة الاخيرة دي، بس بتلاقي مثلا ان المواطن بياخد الادوية بتاعته كاملة واتفر بقى ايا كان يعني الادوية، تمام، انما الوافد او المقيم ما بياخدهاش كاملة، لا بيطلع يجيبها من بره، يعني بياخد حاجات معينة والباقي بيطلع يجيبه من بره من الصيدليات، واخد بالك؟ فبالتالي هو يعني ما فيهاش وجه فايدة يعني. يحذر خبراء من أن الزيادة سيكون لها ارتدادات سلبية، منها الضغط على ذوي الدخول المحدودة، وتخلق تكدسا كبيرا على الخدمات الصحية الأقل سعرا، وقد تؤدي إلى الاضطرار إلى الرحيل، وهذا أيضا قد يؤثر على مداخيل العقار وحركة البيع والشراء في الكويت. وتنفق الكويت أموالاً كثيرة على القطاع الصحي، حيث بلغت حصة الصحة في الميزانية الأخيرة 2.8 مليار دينار. وقد تحدثنا مع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي، الذي شرح لنا وجهة النظر في زيادة الرسوم ومن هي الشريحة الأكثر تأثراً بها. لا شك أنه أي متتبع لمسيرة اقتصاديات الصحة يدرك أن هذه ليست خصوصية كويتية، هذه عالمية. الجهاز اللي كان يوم من الأيام يكلف 100,000 الآن يمكن يسوي 3 مليون. التكلفة بالمنشآت تضاعفت، الكوادر عليها تنافس واستقطاب من كثير من الأماكن، خاصة لو تأخذ أنت صناعة الصحة في الخليج راح تلاحظ البومنج اللي حصل في القطاع الخاص على مستوى الخليج، أصبحت مدن صحية تستقطب وتنافس على هذه الأمور، هذا يترتب عليها استقطاب الكوادر ويترتب عليها كذلك تنافس مع ارتفاع الأجور. الأدوية أيضا هي كذلك في ازدياد. اليوم لما نتكلم عن الكويت فقط في الأدوية أنت قاعد تتكلم عن 300 مليون، لا شك هناك حاجة للتقنين، لما أنت تعطيها ببلاش أو يعني مجانا وآخرين حواليك يأخذون عليها مقابل،
هذه من ضمن الأشياء. فالكويت وتم تتكلم عن بناء مستشفى مثل جابر تتكلم عن يعني 350 مليون، لا شك أن هذا مبالغ هائلة، أن هذا على سبيل المثال للحصر. هذا يتطلب أن الواحد يوازن بين المصروفات والإيرادات من جانب، ويقلل أو يقنن استخدام الخدمة بما لا يضر بالحقوق الأساسية اللي نص عليها دستور الكويت. على هذا الأساس من ضمن الأشياء اللي حصلت يعني أنه الآن لما رسوم الخدمات أكو بين قطاعين أو بين شريحتين أساسيتين. شريحة الزوار اللي يأتون بكرت زيارة مؤقتة، وشريحة الوافدين اللي يشملهم الضمان الصحي. على مستوى الزوار صار هناك نوع من الملاحظة اللي يمكن رصده حتى بوسائل الإعلام، أن من يأتي إلى هنا أحياناً يأتون بكرت زيارة يعمل عمليات معقدة مكلفة أو يأخذ أدوية مكلفة وهو جايب كرت زيارة، وهذا ما يحصل في أي مكان في العالم. يعني يأتي مثلاً تبديل مفاصل، عمليات قلب مفتوح، جراحات معقدة بالمناظير، جراحات سرطانات، أدوية مكلفة لأمراض مزمنة، يعني فلا بد من تقنين هذا الشيء. هذه رب ضارة النافعة. إذا أنت جاي للسياحة الصحية حقيقة، الحكومة بفرضها هالأسعار قاعد تقول يا جماعة خلي الخيار يكون بيني وبين القطاع الخاص. القطاع الخاص موجود، لا يخلو من كوادر، لا يخلو من إمكانيات. وازن أنت، هل تريد أن تدفع هذا المبلغ بالصحة أو تدفعه في القطاع الخاص؟ فهذا جانب. الجانب الآخر اللي هو الوافدين، هؤلاء تشملهم مظلة الضمان الصحي. الضمان الصحي لم يتغير، تتكلم عن 50 دينار للوافد، 40 للزوجة، 30 للابن، وهي ظل محدودة. يعني لو وزعتها على طول السنة ظل أرخص من الجانب هذا. وارتفعت مراجعة المستوصف إلى دينارين، من دينار إلى دينارين، ومن يعني من دينارين إلى 5 و10 دنانير للطوارئ. الطوارئ طبعا تشمل كل الفحوصات وكل الأدوية اللازمة، لأن هذه تعتبر حق طارئ، وهذه من ضمن الأشياء اللي الكويت ملتزمة فيها حقيقة. لا نريد أنه شخص يعاني ويحرم من العلاج العاجل الطارئ بسبب عدم تأمينه. فهذه من ضمن الأشياء المقدور عليها. يبقى أنوه أن حتى هذه الزيادات تظل حسب إصدارات وزارة الصحة في تكاليف الخدمات الصحية أقل منها، وزيادة تظل رمزية للوافدين. من جانب آخر تظل أنزل بكثير من مذكرة وزارة المالية لرفع الأسعار.